ايه يا ماما؟ ولا داخل في ذمتها بنكله كل اللي بنعمله ده؟ دي بنتي وانا عارفاها، ربنا يستر. بصراحه يعني عندها حق، عايزينها بعد ما استنت كل ده تنسى بقى خالص وتستنى عريس من اول وجديد. وبعدين عشان ايه كلام كده اي هبل، اللي هو اصل معلش اصل في حلم واصل ده موت تقيل مش هيخش عليها الكلام ده طبعا. المشكله بس ان هو زفت ده هو اصلا العريس المثالي بالنسبه لها، لولا بس الزباله اللي في دماغه دي كده بقى مفيش غير الحل الاخير اللي احنا عارفين ان هو هيكسر قلبها، هو لازم يفركش. انا مش هبه يا ابني، انا مامتها. بص بقى يا ابني، احنا النصيب لحد كده وخلاص، انتهينا. زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. ايوه انا عارفه، انا عارفه ان انت ما تجاوزتش حدود الادب مع هبه، لكن الكلام ده ما ينفعش عندنا خالص. ما فيش حد ابدا يبص لاخت مراته او خطيبته. أبو دعاء الله يرحمه كان دايماً يقول أخت مراتي دي زي أختي بالظبط، ومرات أخويا برضو زي أختي بالظبط. اللي حصل ده يا حبيبي ما ينفعش عندنا خالص. المطلوب؟ والله كلك نظر بقى، هنفسخ الخطوبة طبعاً، وكفاية إن إحنا مش هنقدر نقول لدعاء اللي حصل مع أختها. والسبب اللي انت عايز تقوله قوله زي ما انت عايز، انت حر. طبعا اللي حصل مع هبه ده يعيبك انت، ما يعيبناش احنا في حاجه. خلاص يا ابني، انا اللي عندي قلته وخلاص، النصيب لحد كده وخلاص، مع السلامه. جاتك القرف. هو بابا قال كده بجد؟ طبعا. ابوك الله يرحمه كان راجل محترم واكيد كان بيقول كده. بتهجصي يعني؟ اهجص ايه يا قلة الادب انتي؟ انا حبيت اعرفه ان احنا ناس متربيين وعندنا اخلاق، مش زبالة زيه.